شاه الفرات عملية عسكرية تركية داخل الأراضي السورية حملت بعدا إقليميا خطيرا، رغم أن الحكومة التركية بررت العملية بنقل رفات جد مؤسس الدولة العثمانية، لكن المعارضة التركية سارعت إلى انتقادها. زعيم حزب الحركة القومية اليمني دولة بهشلي قال أنه يرفض أن تكون تركيا دولة ضعيفة وهشة وعديمة الكرامة لا تستطيع حماية أماناتها التاريخية الوطنية، في انتقاد لاذع للحكومة التركية. انتقادات المعارضة رد عليها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بالقول أنه من غير المنطقي ترك الجنود الأتراك في منطقة تشهد فوضى عسكرية. السابقة التي أوجدتها تركيا بعملياتها العسكرية تحت مسمى الحفاظ على المقدسات والرموز التاريخية قد تدفع آخرين إلى التذرع بذلك للقيام بخطوات أخرى مشابهة وانتهاك السيادة السورية. الضريح تم نقله على الرغم أنه لم يتعرض لأي هجوم عسكري من المسلحين في سوريا، بل على العكس فلافت سهولة وصول الجيش التركي إلى الضريح القديم من دون أي مواجهات، ما يوحي بوجود تنسيق قوي بين داعش التي تسيطر على تلك المنطقة والجيش التركي، مع الأخذ في عين الاعتبار ما قيل عن أن داعش كانت تزود الجنود الأتراك في الضريح بالمؤن في الفترة السابقة. الحكومة التركية إذن قررت فرض سيطرتها على أرض سورية اختارتها بعناية فائقة ودقة كبيرة. المكان الجديد للضريح ويقع في قرية أشما السورية الكردية غرب ناحية عين العرب كوباني وله دلالات عديدة. فالأرض التي سيبنى عليها الضريح والتي تبلغ مساحته 80 مترا مربعا، هذا عدا عن المساحات الخضراء التي تحيط به، هذه الأرض ستعتبرها الحكومة التركية خاضعة لسيادتها، وليس الإعلان عن أن عملية البناء ستحدث في حماية جنود أتراك إلا تأكيدا على هذا الأمر. وبالتالي فإن أي عملية عسكرية مستقبلية في قرية أشما السورية الكردية والتي تبعد 200 متر عن الحدود ستصبح مبررة من وجهة النظر التركية تحت عنوان الدفاع عن الضريح أو تأمينه، ما يعني فرض أمر واقع جديد من قبل أنقرة مستغلة الحرب القائمة على سوريا.